أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفوهم إنهم مسؤولون. صدق الله العظيم. من الفتن العظيمة اللي نمر فيها هذه الأيام، بالذات وإحنا قاعدين نتدبر في قول رب العالمين إنه كما بدأنا أول خلق نعيده، وربنا بيحكي ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فإحنا بنصير نترقب إنه عارفين إنه رح يعاود الزمن تكرار الحدث، وهذا شيء معروف وثابت. ولكن الفتنة وين؟ واللي بدنا نحذر منه يا شباب، وهو من الفتن الكبيرة، إنه رح يتكرر الحدث ولكن بصور مختلفة. فالفتنة أنت بتخاف إنه يمر المي من تحت رجليك وانت مش شايفها وهي قاعدة تحدث، ولكن رب العالمين يجريها بصور مختلفة. كيف يعني؟ تعالوا نأخذ أمثلة مثلا من سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وهون حطوا الخطوط، وهون مقياس النجاح والفشل والخسارة. إن معي ربي سيهدين، ولا تنتظر للنتائج. اللي في السجن وإن معي ربي سيهدين وماشي على المنهج هو الفائز، والمتجبر والطاغية اللي سجنه هو الخاسر لا محالة وحقيقة ويقينا، والعاقبة للمتقين. فالمسألة كنزيتها وسرها وأمرها كله إنه كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وهنا الصورة اللي بدنا نحكيها، كل من يأتي بالحق أو بده يتكلم بالحق هو بمثابة العصا اللي تضرب بالبحر فانفلق، فبصبح الناس فرقتين، إيمان لا نفاق فيه ونفاق لا إيمان فيه. ولاحظوا كلمة كل فرق كالطود العظيم، ولاحظوا أنتوا الصورة نفسها قاعدة تكرر
ولكن بصور مختلفة. فلما تأتي بالحق أنت مثل اللي عصات سيدنا موسى يأتي فيها، فدائما الناس تستقبلها على فرقتين منافقين، وبتحكي يعني في كثير منهم حتى يعني بوصل درجة الكفر، وناس سبحان الله مع المؤمنين مع الصادقين أولياء رب العالمين بإذن الله. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. نفس ما بنحكي يا شباب، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ما بهمنا كثرة الفساد عن إنه والله إن ظل قاعدين، ما بهمنا كثرة العاصين وكثرة المتفلتين والمعاديين لأمر الله ورسوله، إن نظل ثابتين على الحق بإذن الله، وهذا الظن بإذن الله دائما وأبدا في هذا الجيل. والصورة الثانية نيجي لسيدنا إبراهيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. هناك أصنام الحجر، والآن أصنام البشر تستعبد الأمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، والمنافقين والأذلة رضوا بهذا الوضع، خانعين مستعبدين، وكل من بده ينهض سبحان الله يكيد لإله وبيعادوه. وهاي سنن لرب العالمين في تدافع بين الحق والباطل. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، والله لا ينفع ولا يضر حقيقة. كل النفع والضرر والمؤثر الحقيقي في الأشياء هو الله رب العالمين. تعالوا نرجع لقواعدنا ولأصولنا ولإيماننا بيقين بإذن الله. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهذه هي المشكلة، وهذه هي الكارثة، وهذه هي المصيبة. إن سنين والله آباءنا يفعلون، السابقين يفعلون، ورثوا الذل والاستعباد والانحطاط والخوف قيدهم. إن سنين لازم إحنا نورث هذا، ولازم نعبد ونطبل ونزمر مثل الرقصات هيك، لازم إن نكون أذلة وممنوع واحد يحكي. حتى إنه وصلوا الحكام الآن وكل واحد ماسك للجيش ورئيس أركان كل واحد ينفي الأسلحة يستعبد الملايين والناس بتخاف منه. فواجب علينا إيش إحنا؟ اركع واسجد لغير الله، وخلص حط راسك بين الروس، هاي الأمثال الهابطة اللي ورثوها للجيل. لا والله بعد هذا الأمر لن يكون يا شباب، والله وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين بإذن الله، لن يكون هذا من الآن فصاعدا بإذن الله. اكسروا حاجز الخوف، اكسروا الأغلال، والله لا يحيي إلا الله ولا يميت ويذل إلا الله، كونوا على يقين. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين.
وهذا هو المنهج. اليوم بدنا نقوم ونمشي بإذن الله لوجه الله، لا نمشي على ما مشى حتى الأحزاب اللي قبل اللي كلياتها لأجل مناصب، بدي أسقط حكام والله عشان أنا أحكم وغيره، من هذه الأسباب والأهداف التافهة الدنيئة هاي. اليوم بدنا نمشي إخلاصا ومحبة لوجه الله، اتباعا لحبيبنا عليه الصلاة والسلام اللي قصرنا كثير في حقه. آن الأوان لهذا الجيل بإذن الله إنه يفرح سيدنا محمد ويكون مقام سيدنا محمد أعلى في قلوبنا من هؤلاء الفجرة، وبحب سيدنا محمد نكسر حاجز الخوف من هؤلاء. وإيش اللي بنحكي؟ ما لنا أمتي كلما تقدم الدهر أرتنا الأيام عجبا وعبرا وإهمال، فكلما قلنا اكتفينا رعي الجهول بأمتنا، جاد الزمن بأبنى وأرضال. بالله عليكم يا أمة الحبيب إنه تخبروني إيش بدنا نحكي لربنا، إيش بدنا نحكي لحبيبنا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لما بدنا نمر من تحت لوائه، إيش بدنا نحكي في أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم لما شيخ جليل مثل شيخنا وإمامنا الحبيب سلمان العودة لما يشاهد عليه الصلاة والسلام برؤية واضحة وبيحكي ما شاهدت مثل هذا الوضوح من قبل، وإنه مشى مع عليه الصلاة والسلام وعلم أمور، ولاحظوا أنتم لما قال إنه كأنه بعث عليه الصلاة والسلام والصحابة من جديد، وهذا مطابق لهذا الأمر، فمنبع الحق دائما واحد وبتحدث عن شيء واحد. ورغما عن أنف الكارهين والسجانين سيكون الأمر بإذن الله لا محالة بيقين والعاقبة للمتقين. ولكن انظروا لما واحد يشاهد عليه الصلاة والسلام ويختار عليه الصلاة والسلام بهذه المشاهدة، بدل في أمة الحبيب ما نرفع نعله على الرؤوس من يشاهد عليه الصلاة والسلام، هاي يا جماعة الخير شهادة نادرة رؤية عليه الصلاة والسلام بالصورة المعصومة، هذا مقام رفيع عالي جدا. لا تقول لي شهادات ودكتوراه وغيره وكل الشهادات معه لا تساوي شيء من هذا، فإنه يختار عليه الصلاة والسلام ويتحدث معه ويشاهد عليه الصلاة والسلام بدل ما يوضع نعله على الرؤوس يسجن. لاحظوا أنتوا العداء عليه الصلاة والسلام، لاحظوا امتهان أمر عليه الصلاة والسلام، لاحظوا مقام عليه الصلاة والسلام وين في بلاد الحرمين، لاحظوا أنه كيف يصير، وين احتراما أنه قال عليه الصلاة والسلام شاهدته. خوفنا يا جماعة الخير علي عن حبنا لعليه الصلاة والسلام. خبرونا بالله عليكم إيش بدنا نحكي لعليه الصلاة والسلام. إذا سألنا نصرتوني إيش بدنا نحكي له في هذا الخنوع وهذا الذل. ولكن يا شباب بحب بعد هذا أبشر الجميع، ولكن أبشروا بيقين إخوتي الصادقين، فحبيبنا بدأت أنفاسه بالتسارع، وهنا الآمال بجنود يحفونه ما زلت لهم قدم به، وهذه من نفحات المصطفى فيهم وأشكال، فبيارق النصر لاحت بوارقه بوجههم، وزمجرت إرادتهم من الله قبسا واتكال. ولكن يا شباب حتى إن نشوف الصورة كاملة
ونحكم صح إنه من الفائز ومن السعيد، هل اللي قتلوه والعسكر المجرمين ولا الرئيس الشهيد بإذن الله محمد مرسي؟ قبل ليلتين بعد صلاة الفجر رأيت رؤية واضحة وقوية، كانت بعد صلاة الفجر رح يجي يزورك ضيف، الحين انت كنت حزين كثير على فراقه واللي صار فيه وغيره اللي هو في جنازته لاحظته كيف. الآن رح يجي يزورك هذا الضيف بحاله الآن، طبعا العدل الله بحكي بالمعنى وليس 100% الأحداث والكلام، مش 100% ولكن تقريبا. فالحين رح يجي يزورك هذا الضيف، وإذا زي صفين هيك من الملائكة زي زفة بيعملوها للشهيد والأشراف وأصحاب المقام العالي لما يتوفوا، ولا هو جاي الرئيس محمد مرسي. ولكن أقسم بالله العظيم من أجمل ما شفت، أنتوا لاحظتوا أنتوا كيف كان الرئيس محمد مرسي في ثمه وعينه شوية هيك كلياته رايح، وأجمل ما يكون وأبهى صورة، والشيء المميز أنه كان سعيد جدا فوق ما تتصور، يعني حتى العبد لله تعجبت من شدة سعادته وفرحه. والشيء اللي لفت انتباهي انه بما معنى كلامه ايش بيحكي، يعني كأنه ربنا اعطاه بدل اللي انحرم منه في الدنيا اشياء، كل شيء انحرم منه ابدلوا فيه بنهر جاري في مقامه الان. يعني مثلا كنه كاين يعطش مثلا او المي مش نظيفة او شيء من هذا، فبفرج فيه انه بضرب على الارض هيك تحت ايده فبنبع المي زلال وقت ما بده، وبشرب هيك كان بايده هيك ويشرب ومكيف والحمد لله والشكر لله، لاحظ ورا كل كلمة الحمد لله والشكر لله ومبسوط انبساط شديد ما مر زي هيك. وكأنه ايش كمان قاعد بحكي وبثبت العبد لله انه كل الدنيا واللي بتلاقيه فيه لا يساوي لحظة من اللي انا فيها الان. وهذا كله ليش حبيت اني احكيها هذه الرؤية، حتى انه الجميع يعرف انه من الفائز الحقيقي، شوفوا الصورة كاملة، مش يشوفوا هسه بعض مساجين يحكوا هذولا يا حرام هم ثابتين على الحق، لا احنا اللي حرام اللي برا، السجان هو اللي يا حرام. لما تشوف المشهد كامل ومآلات الأمور هنا بيكون الحكم الصحيح والحكم الحقيقي. فأردت بإذن الله إنه أبشر المسلمين ومحبين الرئيس الشهيد محمد مرسي وبالذات أهله. وإيش منحكي؟ فأبى الله إلا أن يخضع سجانيك فتمتطيهم كالبهائم لشهادة تمنيتها، هذه الختوم يكفيك شرفا. بفوزك احتفلت فلسطين، وبالانقلاب عليك احتفلت إسرائيل، والعجوم أرعبهم صوتك وأنت أسير بقفصهم، وأرعبتهم وفاتك فواروك بليل، الحق مهضوم كالبراغيث تجتمع على أسد بعرينه، بمكر ورخص ودناءة وخسة تحوم. اللهم قد خذلناه عندنا فأكرمه عندك، وحزن عندنا فأسعده عندك يا قيوم. عظم الله أجر المسلمين وأهله خاصة بشهيدنا، وأمام الله
تجتمع الخصوم. يا شباب أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كفانا هزوا ولعبا، تعالوا إلى الله، وإن شاء الله سننتصر به.